لكي يبقى البناء الذي شيدناه قويا في وجه العاصفة نحتاج إلى تضافر الطاقات كلها، وإلا فإن الانهيار سيكون كارثة على الجميع. وقد نضطر إلى العودة من حيث بدأنا، ويكون ما بذلناه على مدى سنوات قد ذهب أدراج الرياح. فإذا استطعنا تدارك الكارثة تكون الفرصة متاحة أمامنا لمتابعة الطريق بثقة وإصرار نحو الهدف الذي رسمناه لأنفسنا. تعلم سامبي المواجهة الحقيقية على يد المدرب هينكل. سأنتظر عودته لرؤية الطريقة التي تدرب عليها هناك. سامبي سأهزمك. لن يستطيع مجاراة قوتي. تبدو واثقا من نفسك. لم يعد سامبي كما كان، فقد تلقى تدريباته على يد مدرب رياضة الكونفو هينكل، لذا لا يوجد أحد في مدرسة الكونفو قادر على هزيمته سواي أنا. أحمق. ممتاز، كدت تصيبني. تدرب ما شئت يا صديقي، فلن تقدر على هزيمتي أبدا. من أين أتى بكل هذه القوة الهائلة؟ رابسو، هل رأيت هذا؟ لقد أصبح قويا مثل النمر. الويل لمن يتحداني. سأهزم سامبي وحدي. ترى أين تعلم رابسو هذه القفزة؟ ها قد وصلنا إلى الميناء. أجل، مدرستنا في خطر دائم يا سيد المعلم. بوادر تصرفات غريبة لكينتان ورابسو، فقد لاحظت التدريبات القاسية التي يمارسونها وكأنهما يدبران شيئا ما، والغريب في الأمر أن كل منهما يعد نفسه ندا للآخر. إنه وضع خطير يجب مراقبته بعناية. أخشى أن يحدث شيء ما، وخاصة بعد عودة سامبي وبحوزته سر ضربة الصدمة. وأعتقد عندئذ أن الصراع من أجل الفوز بلقب المتدرب الأول سيكون قد بدأ. دعي الأمر لي. ولكنك تدرك يا سيدي خطورة صدام هؤلاء الثلاثة بعد أن أتقنوا كامل تدريباتنا إتقانا تاما. سنحتوي الوضع. سأفوز بلقب المتدرب الأول، ولكن ما سر ضربة الصدمة؟ هل ينجح سامبي؟ شكرا لك سامبي، كانت رحلة ممتعة بصحبتك. تفضلي. أعدك بزيارة أخرى في المدرسة. ترى هل سيرجع سامبي إلى المدرسة الغية؟ إلى اللقاء. وداعا. حسنا، اعتني بنفسك. تيقظ أيها المغفل، سيحل الظلام عما قريب. هيا بنا. الوقت صباح. رايكي انتظريني. أمر غريب، ما الذي حدث؟ كتبت رسالة أعلمهم فيها بموعد وصولي. لو حضر كينتان ورابسو على الأقل. من المؤكد أن رابسو وكينتان يتدربان الآن. هيا بنا. رابسو، كيف حالك؟ سامبي، ابتعد من هنا بسرعة. إنني أحذرك الآن. اسمع، لن يكون لك مكان بيننا بعد الآن يا سامبي. ما الذي جرى لعقلك يا رابسو؟ ما
سامي. خذ بنصيحتي وابتعد. هذا كل شيء. لا أفهم ما تعنيه. رابطه. ارجع، فأنا لا أريد إذائك. اسمع، إنني أحذرك. اعذرني يا سامبي، ولكن يجب أن أفوز باللقب وحدي. سامبي. ومع ذلك لم أنسى الفطائر. تبدو لذيذة. حسنا، وماذا قال أيضا؟ قال أرجع، فأنا لا أريد إيذائك يا سامبي، إنني أحذرك. الوضع خطير جدا. اطمئن يا رايكي. أنا خائفة. لا داعي للقلق. يا إلهي، سامها كلها. لا، سأخبرك بالحقيقة مقابل الفطائر. فكرة جيدة. سأعود حالا. هذا شعارنا، إنه تعبير عن المبادئ التي تقوم عليها مدرستنا، وهي المحبة والتفاني ونبذ العنف. وربما نسي رابس أن المنافسة الشريفة هي السبيل للفوز بلقب المتدرب الأول. هكذا؟ تأتي خطورة الموقف من كون الثلاثة يتسلحون بقدرات هائلة بعد أن أتقنوا أخطر أسرار مدرستنا، ولهذا يعد صدامهم تمردا لا يمكن تجاهله. ولهذا السبب حاول رابسو منعك من الاقتراب من المدرسة. هكذا؟ وقال المعلم عبارة غامضة. كيف ستحلون المشكلة؟ الكونفو خير وليس شر يا ابنتي. قصة ممتعة. أنا خائفة عليك يا سامبي، فالقصة صحيحة وليست مزاحا. أسف جدا. اطمئني يا رايكي، فلن يحدث شيء حتى لو نشب قتال بيني وبين رابسو وكينتان. سوف أحسن التصرف. أنا سامبي، ولا يمكن أن أخذ منازلة بيني وبينهما. أنت على حق سامبي. سأتدبر الأمر يا رايكي، ولكن شكرا لهذا الاهتمام كله. كن حذرا. لماذا طردته يا رابسو؟ ألا تعرف أنني بانتظاره؟ تبدو مثل وحش ضار يا كينتان. هل نسيت روح الكونفو بهذه السرعة؟ ماذا تقول؟ لن تستطيع هزيمة سامبي أبدا. تذكر جيدا ما قاله المعلم. ماذا تعني؟ روح المحبة، إنك لا تتمتع بها يا كينتان. أيها الغبي، هل تلقنني درسا؟ الويل لك. إني أحذرك. ضربة ذكي. الكونفو تعني القوة والأقوى، ستكون له الغلبة دائما يا رابسو. سأقبل التحدي. هل نستخدم هذه الروح القتالية العالية في مواجهة بعضنا بعضا؟ يجب أن أتدخل. سامبي. لماذا عدت يا سامبي؟ سأضحي بكل شيء من أجل صداقتنا. الكونفو سلاح ذو حدين، والقوة فيها تكمن في قدرة من يتقنها على الرجوع إلى جادة الصواب في اللحظة الحرجة، وهذا ما أنتظره من سامبي ورابس وكينتان في صراعهم الحالي.
سامبي، هل أنت مستعد؟ ها؟ لنبدأ القتال. لن أنجح إذا لم أتحدى الأساليب الجديدة التي يتبعها الاثنان. يمتلك قوة لم تكن لديه من قبل، إنها قبضة النمر. كيتان، سامبي، جاء دوري. ما هذه النظرات؟ مهلا يا رابسو، لو كان أقضي عليه الآن. لا يا كيتان، سوف أقتلك. كيتان، هذا يكفي. لا تتدخل وإلا قتلتك أيضا. ابتعد يا رابسو. سامبي، كيتان، هل ستقتلان بعضكما بعضا من أجل أن يفوز أحدكما باللقب؟ اختفى كينتان ورابسو فجأة يا حضرة المعلم، ماذا سنفعل؟ أنت تعرف تعاليم رياضة الكونفو، والأفضل أن تترك لهم حرية التصرف. دخولك إلى الغرفة الخاصة بك يعني إدراكك خطورة الموقف يا سيدي. هل تحتاج إلى المساعدة؟ لا يا كبير المدربين. ها؟ يجب أن أتصرف حالا. هيا كفا عن هذه المهزلة الآن. اقتربت نهايتك. أتذكر في هذه اللحظة كل ما تعلمناه في مدرسة الكونفو. أتذكر قول كبير المدربين تارو بأن الكونفو لم تخلق للقتل، وبأن من يتقنها لابد أن يكون ذا عقل راجح. أجل، لن أدع ما بنيناه ينهار في طرفة عين. فأنا ورابس وكينتان أصدقاء، ويجب أن لا يشغلنا السباق على الألقاب عن هدفنا. يا رب سدد خطانا. يجب أن يدرك سامبي وكينتان ورامسو بأن الكونفو وسيلة ناجحة للم الشمل وتأليف القلوب والمحبة. كينتان، هل سقطنا من أعلى قمة الجبل؟ سامبي، الحمد لله، أنتما بخير. قدمي. كان سيقضى علينا جميعا لولا عناية الله تعالى. سنعود أصدقاء كما كنا. أجل يا كينتان، ولن يفرق بيننا شيء. سنبقى فريقا واحدا مهما حدث. لا أشك في ذلك. وأنا من رأيك أيضا. سامبي، كينتان، رابسو، حادث مروع. ماذا حدث؟ المدرسة تحترق بسبب السائقة. يا إلهي، مدرستنا تحترق الآن. ماذا؟ أمامنا امتحان صعب، يجب أن ننقذ مدرستنا بأي ثمن. ها
هيا. حاصروا النيران بسرعة، لا تدعوها تنتشر. أصبح هذا مستحيلا، فالمبنى الرئيسي يحترق. النار تنتشر بسرعة كبيرة، وأخشى أن تحترق المدرسة بأكملها. المدرسة تحترق أيها المعلم، أخرج أرجوك، النار تنتشر في كل مكان. المبنى ينهار، اخرج ايها المعلم. اسرع يا سيد تارو لنخرج قبل فوات الاوان. لن اتزحزح من مكاني حتى يخرج المعلم من الغرفة الخاصة به. سيدي. يا إلهي، النار تلتهم كل شيء. اسمد أرجوك، المعلم في خطر. روكاي سيد تارو. روكاي سامبي كينتان رابسو، لقد فات الأوان لنخرج جميعا بسرعة. يا إلهي، المبنى ينهار. لا، المعلم في الداخل، ما يزال في الغرفة الخاصة به. غرفة خاصة؟ سأذهب لإنقاذه. لا تتهور يا سامبي، ستلتهمك النار. سامبي توقف. أيها المعلم، يجب أن نفعل شيئا لمساعدة سامبي وبسرعة يا كينتان. أنت محق، هيا بنا. كينتان رابسو ارجع إلى هنا. لا أدري أين أجد المعلم، لن أستسلم أبدا، أصبحت المدرسة أمانة في أعناقنا. سامبي ماذا حدث؟ هل تساعدانني؟ أرجوكما. لنركز طاقتنا جميعا باتجاه ذلك الحائط، هيا. الحمد لك يا رب، هطل المطر. المعلم، رحمك الله أيها المعلم، نعاهدك بأن نستلهم أفكارك ما دمنا أحياء. الأعمار بيد الله، وقد نجوت بمشيئته. المعلم. هاي سامبي، خذها إلى الجهة الخلفية. لقد تعب. حاضر سيد روكاي. هذه مدرسة الكونفو التي تنبذ العنف وتدعو إلى المحبة والتعاون،
فتحل البركات مكان الويلات. فطائر رايكي جاهزة للأكل. ريكو أتأكل وحدك؟ هيا بنا، حان وقت الطعام. طعام؟ سنأتي حالا. حسنا. رأينا كيف ضرب سامبي ورفاقه مثلا في التفاني والتضحية لكي يبقى نبع المعرفة متدفقا، إيمانا منهم بحاجتهم إلى المزيد، لأن في هذا ضمانة لهم لمواصلة السعي إلى المستقبل المنشود.